القيمة الرئيسية واللي موجودة عندنا هو الشعب المصري. الكلام ده بقى مش المعنى الأدبي اللي احنا بنقوله طول العمر. اللي طلع يوم 19/3 في عرس مصر، ده في عرس مصر، ده انا ابن الشعب، ده انا كضابط جيش فخور جدا ان انا ابن الشعب، ده ان انا جزء من النسيج، ما اقدرش ابارك له، ابارك لنفسي. يعني انا فخور ان انا جزء من الشعب، مش فخور بالشعب، لا انا فخور ان انا جزء من هذا الشعب. هذه القوة الهائلة اللي صنعت اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها، قالوا مصر بيعلمنا التاريخ، بنعلمهم التاريخ، ويوم 25 عملنا تاريخ جديد، وان شاء الله بكرة اللي احنا كلنا بنأمل فيه، لان القوة الرئيسية هذا الشعب. جزء منه اللي انا سميتهم في الانتهازيين اللي عايزين يركبوا الموجة، لكن الغالبية النقية اللي الحضارة جواها، اللي مجرد شلتي من عليها التراب ظهرت. المناظر مؤثرة في الاستفتاء، مؤثرة لدرجة انك انت كل شوية محتاجة تبلعي ريقك، تمشي بكوباية مية عشان تشربي. ما كانش حد على فكرة متضايق من الوقفة الكتير ولا اي حاجة خالص، ده كانت فرحة. انا حضرتك انا كنت واخد مهمة في الزقازيق وبالبيس، مهمة من المجلس النحل. فدخلنا انا لقيت صفوف طويلة. المشكلة مش في الصفوف الطويلة، المشكلة في نوعية اللي موجودين، كافة عناصر، عشان ما يعني ما استخدمش تعبيرات، كافة العناصر. وكافة العناصر دي واقفة في الطابور. أنا اللي بقيت يعني لقيت ست كبيرة جدا واقفة في الطابور، فقلت لها رغم إن أنتِ أصغرنا، لأنها مش عاجبها الكلام، أنا هستأذنكم إن أنا إيه أخدها قدام. فاكتشفنا إن إحنا كان لازم نعمل طابور للناس الكبار السن. أنا لقيت على باب مدرسة في قرية سيدة لو وصلت لغاية المكان بتاعها هتموت، والشام احمر والحالة كان حر قوي. السيد عميد الشرطة، عشان نحكي على الشرطة اوتوماتيك، لما لقاني وقفت جنبها قلت لها ما تحركيش من هنا هنشوف لك حل. فبعت جاب عربيته وصلتها لغاية جوه، واحنا خدناها من جوه. واحد طالع السلم متعكز على عكاز، غير انه كبير السن، رجله مكسورة. ده الناس دي، لا دي هي دي مصر الحضارة، هي دي القوة الرئيسية. أنا كنت بسأل حضرتك السؤال ده عشان تجهيزاتنا لأي استفتاء قادم بعد كده، إنه هيكون طبعًا ليه تجهيزات بقى بحياة تانية. إحنا استفدنا بالزبط. جدًا، يعني دي كانت بروفة مطلوبة، بروفة بيحميها الشعب، صح. إحنا كان برضو عشان ما أغفلش حق الشرطة والقوات المسلحة، القوات المسلحة كانت عاملة تجهيزات خطيرة، يعني هي القوات المسلحه عندها كتالوجات، يعني اي على طول الكتالوج بتطلعه من الدرج تعمله، اللي احنا يعني بنسميه مسمى تاني عندنا زي طوابير عمل كده، لكن هي ايه كتالوج. تجهيزات الاحتياطي خفيف الحركه، لتامين للمكان، باحتياطات بعيده، زي ما انا بقول للناس احتياطات، زي ما احنا في المجلس احتياطي لاي مكان، هم كان عندهم هذا الكلام. الشرطه موجوده في مكانها، الضباط والعساكر متفاهمه المهمه وفخوره بيها، فالشكل جميل. انما في طبعا مشاكل زي ما انا قلت، طابور الناس المسنين، انهم ما يطلعوش الدور الثاني في مدرسه، ان دوره الحركه داخل اللجنه تبقى منبهه، معمول لها كتالوج، يعني دياجرامات كده ولا حاجه توصف ايه اخش ازاي واخرج ازاي، عشان الموضوع ان انا يبقى في زي نقطه طبيه للحاله اللي انا حكيتها، ان انا في مدارس فافتح الميه وكافة المرافق، وممكن يبقى فصول لبعض، يعني انا اقصد في اشياء، ان انا ما اخدش مدرسه صغيره في شارع ضيق وجنبيها مدرسه كبيره، ان الاختيارات المدارس هو الناس ما كانتش متوقعه العدد. احنا عندنا امل، لكن ما كناش متخيلين، احنا متخيلين الموضوع ايه، واحد هيجي كل ساعه يعني. فلما الموضوع حصل، لا محتاجين بقى ان الساده المحافظين يسعوا شويه، يشوف المكان ويدخل منين ويخرج منين ويعمل مظله، لان احنا ممكن الظروف الجويه تبقى أسوأ على الناس. انما هذا الاستفتاء لو استمر يومين كانت النسبه ما بقتش 18 مليون، لا كانت بقت 35. انا شخصيا كنت حزين جدا لانها ما يعني ما تعملتش على كذا يوم، لان احنا كان العدد كان رقم تاريخي.
يعني رقم تاريخي نفخر به طول العمر، وان شاء الله رقم التاريخ هيجي في القادمه. يعني سيادتك قلتها اشرت ليها ان هي كانت تجربه ويمكن كلنا كنا سعداء بيها، انا طبعا بتكلم عن نفسي وطبعا بتالي مريم برضو كنا واقفين كلنا ومبسوطين ان التجربه دي بنشارك فيها وانها بتتم، واملين ان هي بعد كده انها هتتحسن في خلال الساعتين اللي وقفنا فيهم ان شاء الله. طبعا احنا النهارده يعني سعداء جدا ان سيادتكم شرفتونا، ويمكن اجبتم على اسئله كتيره، مش كل الاسئله يمكن اللي احنا كانت معانا، ولكن اسئله كتيره جدا كانت الناس نفسها تعرفها، واهمها طبعا مصر رايحه على فين، ويعني الاجابه كانت شفافيه بجد. ونرجو ان انتم ما تبخلوش علينا باللقاء، كل ما نحتاج يكون في اجابات للاسئله تكونوا معانا ان شاء الله. شرفنا بيكم مصر النهارده، برنامج بيتشاف يعني اكيد، فاحنا مهم قوي يعني الظهور في التلفزيون القومي اعتقد للمجلس الاعلى في برنامج مصر النهارده، بنأكد ان هو يتشاف ان شاء الله وربنا يوفقه. في النهايه بنشكر سياده اللواء محمد العصار، سياده اللواء طارق مهدي، عضو اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، شكرا جدا لسيادتكم على تشريفنا النهارده. شكرا.